السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ زلاب، ميرسي انفينيمون دير توجور فيدال ا فوتخ شين ديال مصطفى. اجوردي نو زالون فيغ اون سيونس تري امبورطون سور لا ديريفاسيون. الوغ هاد لا سيونس غادي تكون هي لا بروميير سيونس في هاد الدرس هذا. بيان سور شاك لوسون راه البروف ديالكم اون كلاس غادي يبني معكم، مي انا سو كي امبورطون عندي هو نحاول نفهمك الكور الطريقة اللي غادي تخليك تخدم مزيان لي زيكزيرسيس ديالك ولي دوفوار ديالك، بمعنى غادي نمشي ديريكتومون للبراتيك، يعني هذاك الشيء اللي غادي تحتاج. فوالا، دونك اول قاعده اللي خصني نضبط مزيان في هذا الدرس هذا هو هذه القاعده اللي غادي نكتب دابا. تنقولوا اف اي ديريفابل، اف اي ديريفابل في واحد العدد نسميه ا سينيفي كو بيان ايكيفالون دو دير، فوقاش نقول واحد الفونكسيون اف اي ديريفابل في واحد العدد ا سي سولمون سي بيان سور بيان سي ايكيفالون دو دير كو اف دو اكس موان اف ديال هاد العدد اف ديال ا على اكس موان هاد العدد كون اكس تنفير لهاد العدد خاصها تساوي ليا ان نومبر ريال، يعني هاد الريزولتا خاصها تخرج ان نومبر ريال، هذاك الشيء اللي جيت كتبت هنايا ابارتيان ار. اما الا خرجت لينا لانفيني فهاد الحاله راه اف ني با ديريفابل. غوتونيغ الله عليك، فوقاش عندي الحق نقول واحد الفونكسيون راه ديغيفاب في واحد العدد؟ عندي الحق نقول اف راه ديغيفاب في هاد العدد الا حسبت هاد ليميت وخرجت ليا الريزولتا واحد لو نومبر ريال 3 راسين 2، المهم يخرج ليا عدد هنايا. اون فوا يخرج ليا عدد تنقول اف راه ديغيفاب في اون ا، مي كاين بوسيبيليتي تخرج لنا بلوس انفيني ولا موان انفيني. الا خرجت ليا بلوس انفيني ولا موان انفيني في هذه الحاله تنقول اف راه ني با ديريفابل في ا، ني با ديريفابل اون او ا. داكوغ، مزيان. هاد العدد اللي تيخرج لنا ال نقدروا نرمزوا ليه بهذا الرمز هذا اف بريم دو ا، اف بريم دو ا، وعنده واحد السميه كيتسمى لو نومبر ديريفي، لو نومبر pardon لو نومبر ديريفي. مزيان، تري بيان. نعطي واحد ليكزومبل، مثلا عندنا فونكسيون دايره كوم سا اف دو اكس سينوس دو اكس سور راسين اكس، عندي اكس ديفيرون دو زيرو، عندي اف دو زيرو ايكال زيرو. عطينا هاد الفونكسيون وقال لي اوتيدي لا ديريفابيليتي في زيرو او بيان اف est-il dérivable en 0. تعطاتني هاد لا كيسيون، يعني واش ديريفابل ولا لا. شنو تنمشي ندير انا؟ كنمشي نحسب لا ليميت، ليميت ديال اف دو اكس موان اف دو 0 سور اكس موان 0 كون اكس تنفير 0. كنبدا نعوض لتحت، تبقى لي غير اكس، اف دو اكس هي فين هي؟ شنو نجي نكتب؟ سينوس دو اكس على راسين اكس موان اف دو زيرو، ديجا عطينا ليا في لي دوني هي اف دو زيرو راه هي زيرو كون اكس تنفير زيرو. شنولي عندي ليميت؟ غتبقى هاد الكسر على هاد. عندنا واحد القاعدة شنو تتقول؟ شتي يكون عندك واحد الكسر كوم سا على واحد العدد، باش ما تضيعش الوقت شد غير هاد المقام هاد، هاد بي هذا هبطه وضربه في سي، يعني جي كتب كتب ديريكتومون ا سور بي سي، شد غير هاد بي هبطها وضربها في سي. علاش؟ غنقول لكم علاش تعطينا هاد الريزولتا فاسيلمون، لان ولا هادي بغينا نحسبها نشد ا سور بي ونضربها في لانفيرس ديال سي، هادي من الحوايج اللي كنكونو عارفين ا سور بي ولانفيرس ديال سي راه واحد على سي، الا ضربنا الباس في الباس والمقام في المقام نحصلو على هاد الريزولتا. دونك نتوما ديما الله يرضي عليكم ملي تكون عندكم شي ايكريتور كوم سا واحد الفراكسيون مقسومه على واحد العدد شد غير هاد المقام، وهادي تلقاوها بزاف في لي زيكزيرسيس، شد غير هاد المقام هبطو وضربو في سي. هادشي اللي غادي ندير هنايا، عندي فراكسيون موان زيرو دونك زيرو بلا ما تحسبوا بيه بحال ما كاينش، الوغ فراكسيون مقسومه على العدد، اذا نهبط هاد المقام غاسين اكس ونضربها في اكس، دونك شنولي عندي؟ سينوس اكس هتبقى الفوق، وهاد غاسين اكس الا ضربت في اكس من الاحسن نصبها اكس هتولي اكس غاسين اكس كون اكس تنفير زيرو. داكوغ، مزيان. يا ابخي شنو غادي ندير هنايا؟ الى عوضنا تخرج لنا 0 على 0 فورم ان ديتيرمين. الوغ شنو نقدر ندير هنايا؟ يمكن ليا
تكتبها كوم صح، سينوس اكس على اكس فوا 1 سور راسين اكس كون اكس تان فير 0. شنو اللي عندي هادي تنعرف هاد الغيتو شنو كتساوي، كتساوي 1 وهنا هادي تولي 1 على 0. اذا خصني نشوف هذا هو 0 بلس ولا 0 موان، الراسين توجور بوزيتيف دونك تولي 1 على 0 بلس داكور، و 1 على 0 بلس صافي دير بلس انفيني. الوغ هنا شتولي عندنا غنجي نكتب ديريكتومون بلس انفيني ونجستيفي كار ليميت ديال سينوس ديال اكس على اكس كون اكس طون فيغ زيرو، هادي قاعدة عندنا واحد. اي ليميت هنا عطيت ريزولتون ودابا نعطي الجستيفيكاسيون، ليميت ديال واحد على غاسين اكس كون اكس طون فيغ زيرو راه هي واحد على زيرو، ملي تيكون عندنا نومبر غيال هنا الفوق ما عندنا الزيرو، عندنا شي عدد من غير زيرو لتحت زيرو، خصني نشوف هنا الزيرو بلس ولا زيرو موان، دونك خصني نمشي نشوف لو سين ديال غاسين اكس، غاسين حنا تنعرفو ديما بوزيتيف، دونك غتكون زيرو بلس، وبالتالي واحد على زيرو بلس غتخرج لانفيني، بلس ولا موان بوزيتيف على بوزيتيف صادون بوزيتيف، دونك غتكون بلس انفيني، ألوغ حسبت ليميت خرجت ليا لانفيني، دونك هنا واش غادي نقول ديريفابل؟ نو، ملي تتخرج ليا لانفيني تنقول ألوغ اف ني با ديريفابل ان زيرو، داكوغ؟ كون خرجت ليا الغيزولتا نومبغيا نقول الوغ اف ديريفابل ان زيرو. تخي بيان، غادي نشوف واش ناخد شي اكزومبل اخر، مي كيبان ليا هنايا هادي راه كافية، داكوغ؟ غادي ناخدو قاعدة أخرى الله يرضي عليكم، قاعدة أخرى هي لي تخي امبورطون، تنقول اف اي ديريفاب ادروات اف اي ديريفاب ادروات دو ا تقريبا تتشبه الاولى، غير هنا تنهضر على ادروات اف اي ديريفاب ادروات ديال واحد العدد ا، شنو تيكافي هذا؟ انه ليميت ديال اف ليكس موان اف ديال هذا العدد على x موان هاد العدد كون x تنفير a بلس، لأنو تنهضرو على أدروات، خاصها تخرج ليا أن نومبغ غيال، الغيزولتا خاصها تكون أن نومبغ غيال، إلا خرجت ليا بلس انفيني ولا بلو ولا موان انفيني تنقول f راه ني با ديريفابل أدروات دو a، داكوغ؟ هاد لو نومبغ غيال l هذا شنو كي باش نرمزو ليك، نرمزو ليك بهاد الرمز هذا، f بريم دغواتك ندير واحد دي هنايا. هادي تنقرا اف بريم درواتي، بمعنى لو نومبر ديريفي ا دروات، كي تقرا لو نومبر ديريفي ا دروات دونك كندير هاد دي هنايا، داكوغ؟ فوالا كيف قول كنت خرجت يعني كون حسبت مثلا هاد ليميت وخرجت ليا بلس انفيني ولا موان انفيني، في هاد الحالة اف راه ني با ديريفابل ا دروات دو دو ا. نفس الشيء ملي تنقول اف اي ديريفابل à gauche de a، شنو تيعني هذا؟ سا ايكيفالون دو دير كو انا ليميت ديال f دو x موان f دو a على x موان a كون x تنفير a موان، لان تنهضر على à gauche خاصها تساوي لي ان نومبغ غيال، هاد لو نومبغ غيال ال تنرمزو ليه كومسا f بريم غوش، لانو تنهضر على ديريفابيلتي à gauche، f بريم غوش ديال اش؟ ديال a، وكي تسمى لو نومبر ديريفي ا غوش، داكوغ؟ لو نومبر ديريفي ا غوش، دونك هاد جوج قواعد تقريبا تيشبهو نفس القاعدة اللولة. نعطي شي اكزومبل اما ا دروات ولا ا غوش، ناخدو شي ورقة اخرى فوالا ناخدو شي اكزومبل مثلا جو سي با، نعطي مثلا هاد الفونكسيون f دو x كتساوي x او كاري موا لا فالور ابسولو ديال x بلس 1، ونهضرو على فوالا هنا قال لي اتيدي لا ديريفابيليتي دو f ا دروات دو زيرو، ا دروات دو زيرو لا كيسيون هي هادي، انا درت بلس غير باش تعقلو لا كيسيون، اتيدي لا ديريفابيليتي دو f ا دروات دو زيرو، ملي تيقول لي اتيدي لا ديريفابيليتي صافي دير تيقول لي واش اف واش ديريفابل او با، داكوغ؟ الوغ شنو تنمشي ندير انا؟
كنمشي نحسب لا ليميت ديال اف دو اكس موان اف ديال 0 سور اكس موان 0 كون اكس طون فيغ 0 بلس. راه ماشي ديما كنديرو غير الديريفابيلتي عن 0، تقدر تكون عند شي عدد اخر، واحد ولا دو ولا ان دو، مي غير هنايا صدفة ليكزومبل الاول عطيتكم في 0، هاد ليكزومبل تا هو في 0. داكوغ، دونك ماشي ديما تنخدمو غير عند 0. غادي نمشي نعوض دابا، نبدا ب اف دو اكس. هيا اف دو اكس، مي كاين واحد لافار ابسولي، هاديك لافار ابسولي خاصها تحيد. ملي كنبدا نحسب ليميت خاصها تحيد. هنا اكس طون فيغ 0 بلس، سافو دير ان اكس كبر من 0. الا كانت اكس كبر من 0 تيعني ان لافار ابسولي ديال واحد العدد بوزيتيف تيبقى لو ميم. اذا هاد لافار ابسولي غادي تحيد وغادي تبقى غير اكس. مي تخيلوا معايا شيغ زاليف، كون كانت اكس نيجاتيف، كون كانت اكس نيجاتيف لا فالا ابسولي ديال اكس كتحيد وكدار في بلاصه موان اكس، يعني كنكتبو لوبوزي ديال هادشي اللي دخلاني، تنكتبو هاد الريزولتا الا كان هادشي اللي داخل بوزيتيف، وتنكتبو هاد الريزولتا الا كان هاد لو اكس نيجاتيف. الا كان هادشي اللي كاين داخل نيجاتيف تنكتبو في الريزولتا لوبوزي ديالو. هادو من القواعد اللي مفروض تكون شديتهم في 5 موان اف دو زيرو. الا حسبنا اف دو زيرو هنايا تبقى هي غاسين واحد، دونك هي ان على اكس كون اكس طون فيغ 0 بلس. الو غنحسب هاد ليميت، خرجت ليا نومب ريال اف را ديريفابل ا دروات دو 0، ما خرجت ليا نومب ريال دونك ني با ديريفابل. كنمشي نعوض تخرج ليا 0 على 0 فورم ان ديتيرمين. دونك نقدر نفكر هنايا ندير نضرب في الكونجوغي. داكوغ، الكونجوغي ديال هذا راه هو الغاسين بلس 1، الا ضربنا الفوق تولي عندي ايدونتيتي روماركابل، نكتبها ديريكتومون او كاري موان 1 او كاري. و اكس في الكونجيغي قلنا الكونجيغي هو الغاسين بلس 1، ياك بلس 1 كون اكس طون فيغ 0 بلس. الوغ شنو درنا من هنا لهنا؟ ضربنا غير في الكونجيغي ديال هاد النيميراتور فوق لتحت، حصلنا على هاد الريزولتا هادي. يا بخي جو سامبليفي، غتبقى عندي اكس غاسين ديال اكس او كاري موان اكس بلس 1 بلس 1. هنا لا حيدا الغاسين شاد ولي عندي اكس او كاري موان اكس بلس 1 موان 0. هذا يمشي مع هذا، نقدر الفوق نفاكتوريزي ب اكس، لانه الا جيت نعوض ها واحد مشات مع ناقص واحد، الا جيت نعوض بالزيرو الفوق والتحت يبقى ليا فورم عندي تيم. نفاكتوريزي الفوق اكس فاكتور اكس موان 0 والتحت نخلي هذاك الشيء كما هو اكس او كاري موان اكس بلس 1 بلس 1 كون اكس طون فيغ 0 بلس. هاد لو اكس يمشي مع اكس، شتبقى ليا ليميت ديال اكس موان 1 على الغاسين ديال اكس او كاري موان اكس بلس 1 بلس 1 كون اكس طون فيغ 0 بلس. دابا ملي غادي نعوض الفوق شنو يولي عندي؟ موان 1 والتحت شنو غادي يولي عندي؟ 2. الوغ شنو خرج ليا هنايا؟ خرج ليا واحد لو نومبغ غيال. الوغ شنو نقول؟ الوغ اف اي ديريفابل ا دروات دو 0، تنكتب هاد لا فراس تنكون جاوبت على لا كيسيون. اف اي ديريفابل ا دروات دو 0، داكوغ سي تري بيان. اون باس ا اون اوتر بروبريتي، قاعده اخرى حتى هي نضبطوها. بعض المرات تيقول لي مثلا او تي ديال لا ديريفابل في واحد العدد، كنضطر انني ندرس لا ديريفابيلتي ا دروات ديال هذاك العدد و ا غوش ديالو، بحال كيف ما شفنا في الكونتينيتي. داكوغ، الوغ تنقول اف اي ديريفابل اون ا سا ايكيفالون دو دير، شوفوا معايا ان اف اي ديريفابل ا غوش اي ا دروات دو ا. باش نقول اف راه ديريفابل في واحد العدد ا، خاص اف تكون ديريفابل ا دروات ديال ا و ا غوش ديال ا، ماشي غير هذا هادشي صافي. بحال في الكونتينيتي باش نقول اف راه كونتيني في واحد العدد ا، يكفي نشوفو خاصها تكون كونتيني ا غوش و كونتيني ا دروات، شي اللي خاصنا. مي في لا ديريفابل كي تخاصنا واحد الشرط اخر، خاص اف تكون ديريفابل ا غوش و ا دروات، زائد واحد الشرط اخر انه لو نومبغ ديريفي ا دروات اللي كنرمزو ليه ب اف بريم دو ا، لانه كندرس انا ديريفابل تاع عند ا، داكشي علاش درت ا هنا لداخل. لو نومبغ ديريفي
لو نومبر ديريفي ا دروات ديال ا خاصو يساوي ليا لو نومبر ديريفي ا غوش ديال ا. بمعنى انت ملي غادير تشوف اف تلقى ديريفابل ا غوش، هذيك الليميت اللي خرجت لينا هنايا خاصها تساوي الليميت اللي خرجت لك ا دروات. داكوغ، سا سي تري امبورطون كي اللي كينسى هاد الكونديسيون هادي. نعطي اكزومبل باش الامور تكون مفهومة. مثلا نعطي فوالا جو سي با، نعطو باغ اكزومبل فوالا غادي ناخد اف دو اكس ايكال اكس او كاري على دو ولا اتون وي سي با غراف ماشي مشكل على دو موان اكس. وغادي ندير هنايا افيك اكس ابارتي على انترفال زيرو واحد، و اف دو اكس كتساوي اكس موا غاسين ديال اكس او كاري موا اكس افيك اكس ابارتي على انترفال موان انفيني زيرو اونيون واحد بلوس انفيني. هنا السؤال هو اف ايتيل ديريفابل، ايتيل ديريفابل اون او ا. شوف معايا مزيان لار ديالك. دابا هاد اكس ابارتي على انترفال 0 1 في الحقيقه راه هي اكس محصوره بين 0 و 1، داكوغ. وهاد لي كريتور اكس ابارتي على الانترفال او راه تعني ان اكس صغر من 0 و اكس كبر من 1، باش تكون واضح هكا امور تبان واضحه مزيان. الو انا متي يقول لي اي تي ديال لا ديريفابل تي في واحد، كيبان لي ليكسبريسيون راه مديفينيا ا غوش ديال واحد، لانه هنا عندي اكس صغر من واحد مديفينيا ا غوش ديال واحد بهاد ليكسبريسيون، ومديفينيا ا دروات ديال واحد. شوف اكس كبر من واحد يعني ا دروات ديال واحد مديفينيا بهاد ليكسبريسيون. اذا هنا باش ندير لا ديريفابل تي في واحد غادي نضطر اني نشوف لا ديريفابيليتي ا غوش يا دروات، داكوغ. الو نبداو مثلا بي ا غوش. ديريفابيليتي، ديريفابيليتي ا غوش دو ان، او غادي نحسبو بعدا اف دو واحد اف دو ان. غادي نحتاجو قبل ما نحسب اليمين نحسب اف دو ان. اف دو ان باش غادي نحسبو؟ غنحسبو بالاكسبريسيون الاولى، لانه انا عندي اكس انفيريو ايكال ان، اما هنا راه عندنا اكس سوبيريو ستريكت مو ان، يعني ميمكنش لينا نعوض هنا بواحد. هنا الفوق يمكن لينا نعوض، الا عوضت الفوق بواحد هنا واحد وتخرج ليا واحد فينالمون. يا هنا ليميت ديال اف دو اكس موان اف دو ان على اكس موان ان كون اكس تنفيغ ا موان، لانو تنشوفو لا ديريفابيليتي ا غوش، ايكال ليميت نبدا نعوض هنا اكس او كاري على دو موان اكس ناقص اف دو ان كنا لقينا هي واحد، ولتحت عندي اكس موان كون اكس تنفيغ ان موان. الو الى عوض فوق ولتحت تخرج ليا زيرو على زيرو. الو شنو غندير؟ نحاول ندير توحيد المقام فوق، خليش هادشي كوم سا ومن بعد نشوف شنو غادي ندير. هنا اكس موان ان فوق لوحدنا المقام، شنو يبقى ليا؟ دو موان اكس هنا اكس او كاري هنا موان ا مضروب في هاد ليكسبريسيون. من الاحسن ديرو ليها كوم سا استعمال الاقوس باش ما نوقعوش في الاخطاء ديال الاشارات، لانه واش يولي عندك هنا واحد مضروب هنا كاين واحد مورد ليه البال تشارج ضروري ندير الاقواس. داكوغ، بغيت دير موان زان ضربه في هادشي وتغير ديريكتومون لي سين ما عندناش مشكل. شنو يولي عندي دابا؟ ليميت دو كوا هنا عندي واحد الكسر مقسوم على واحد العدد، كنا هضرنا على هاد القاعده قبيله. نهبط غير هاد المقام هذا نهبطو نضربو في هذا، شنو تولي عندي لتحت؟ اكس موان زان مضروبه في دو موان اكس، والفوق نسامبليفيو هادشي اللي كاين الفوق تولي اكس او كاري موان دو بلوس اكس. اكس او كاري موان دو بلوس اكس، نقدر نبدا ببلوس اكس هي الاولى وندير موان دو، غيرت غير الترتيب. اكس تنفيغ ان موان. الوغ هنا شنو عندنا هنايا؟ الى عوضت الفوق والتحت غيخرج ليا زيرو على زيرو، فورم ان ديتيرميني. الوغ غنفكر بويسكو عندنا غير دي بولينوم هنا، نفكر ندير الفاكتوريزاسيون ديال هاد البولينوم دوزيام دوغري. ملي تنعوض هنا الفوق شنو تيبان ليا؟ ملي تنعوض واحد تخرج ليا دي زيرو، الوغ ملي تخرج ليا زيرو ندير ايكال، انا ما عنديش نكتب، نجي نكتب هنا باش يبقى ليا ليسباس هنايا. شوف معايا الله يرضي عليك، هنا اكس موان زان فاكتور دو
moins x quand x tend vers 1 moins. D'accord? Alors, le fort, puisque il y a des quatre annulés de fait 1, il y a une qui de la forme. Je trouve que c'est très important. Qui va de la forme. X moins 1 facteur. هذه كانت انيله في واحد الى عوض بواحد هنا وهنا وحسبت تخرج ليا زيرو. alors مادام كانت انيله في واحد يمكن ليا ديريكتومون واحد الفاكتور ديال هاد ليكسبريسيون نكتبو ديريكتومون اكس ناقص هذاك العدد اللي فيه التانيلات في واحد. دونك ندير اكس موان 1. كون كانت كانت انيله في 3 ندير هنا اكس موان 3. كون كانت هذيك كانت انيله في 5 ندير اكس موان 5. كون كانت انيله مثلا في موان 4 ندير اكس موان موان 4 غتولي اكس بلس 4. وهذا واحد لا تكنيك نعقل عليها مزيان. تيبقى هاد الفاكتور هذا كيفاش غادي نحصل عليه؟ خد غير هاد البولينوم هادي وقسمها على هادي، يعني غنديرو لا ديفيزيون اوكليديان وتتبقى فاصيل. انا نعطيكم كيفاش ديرو لا ديفيزيون اوكليديان. نذكركم بها راه ديجا داير فيها فيديو هاد ديفيزيون اوكليديان بلس اكس موان 2 نقسم على اكس موان 1. فاش نضرب x باش نحصل على x وكاري في x x فوا x x وكاري لو بوزيسيون مع x وكاري x فوا موان زا مع x لو بوزيسيون بلس x نجمع هادي هاد الكولون هذا زيرو هادو 2x نهبط هاد موان 2. فاش نضرب x باش نحصل على 2x في 2 2 فوا 2 فوا x دونك سي 2x لو بوزيسيون دونك سي موان 2x 2 فوا موان 1 سي موان 2 لو بوزيسيون بلس 2 زيرو. دونك هذاك اللي كنقلب عليه هنا راه واحد الكوسيون اللي خرج ليا هنا كنجي نكتبها ديريكتومون اكس بلس 2. داكوغ. دابا شنو وقع؟ دابا الله يرضي عليكم هاد اكس موان 1 مشات مع هادي شيبقى ليا ليميت ديال اكس بلس 2 على 2 موان اكس كون اكس تان فيغ 1 موان. دابا غادي نعوض فوق واحد نولي 3 ولتحت واحد دونك الريزولتا 3. الوغ سي ابارتيان ار. alors شنو نقول دابا هنايا كنستنتج alors f est dérivable à gauche de 1 ونزيد هاد المعلومة هادي نكتبها الله يرضي علينا نحتاجوها et f prime gauche ديال هاد العدد اللي حنا كندرسو فيه لا ديريفاد اللي هو واحد شحال كتساوي راه هي هاد الليميت اللي خرجت لينا هاد الريزولتا اللي خرجت لينا. هادي سي تري امبورطون تكتبها. تخيلوا هنا كون لقينا اف ني با ديريفابل اغوش هنا كتسالي عندنا المهمه. كون لقيت اف ني با ديريفابل كنستنتج ان بلا ما نمشي نشوف ديريفابل تاع دروات تنستنتج ان اف راه ني با ديريفابل او ان كندير كونكليزيون الوغ اف ني با ديريفابل او ان. مي بويسكو هنا لقينا ديريفابل اغوش دابا مفروض عليا نمشي نشوف عاوتاني ديريفابيلتي ا دروات. غنشوفوا لا ديريفابيلتي ا دروات. Dérivabilité. Dérivabilité. À droite. De 1. Alors, dérivabilité à droite. On a dit à droite de 1, donc x comme 1, donc on a bien l'expression. Alors, je vais dire une aide. Limite de f de x moins f de 1. Elle a x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Que tu sais où limite. Radien a ou f de x. Il y a x moins racine de x au carré. L'expression tient. On a plus f de 1 qui nous a déjà raillé. Elle a x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Alors il a ou de faculté à la forme indéterminée. 0 à 0. Alors je ne peux pas dire là. من بين الحويجات اللي نقدر ندير واحد لا تكنيك بزاف تلامد ما تيستعملوهاش وهي مهمه هو انني نفرق هذا الكسر نسيبار هذا الكسر. بعض المرات تكون عندي شي اكريتور كوم سا على سي نقدر ندير ا على سي بلس بي على سي لا بالي نقدر يكون شي اختزال هنايا الا فرقت. انا تيبان ليا واحد الملاحظه هنايا انه هاد موان زاي الا قربت هاد اكس تولي اكس موان زا تولي هادي وبالتالي الا فرقت الكسر اكس موان زا تمشي مع اكس موان زا. نشوفوا شنو غادي يوقع. وهذه من الملاحظات اللي رد ليها البال. هاد موان زان قرب هاد اكس هتولي اكس موان زان موان غاسين ديال اكس او كاري موان اكس على اكس موان زان. دابا شوف هادي كتبان ليا راه هي هادي. الوغ شنو غادي ندير؟ نشد هاد نعتبرو كامل ان تيغ نفرغ الكسر ندير هادشي على هذا موان هادشي على هذا. شوف شنو غادي يوقع.
x moins 1 على x moins 1 pardon moins racine ديال x au carré moins x على x moins 1. هذه تختزل مع هذه، شيء يبقى ليا، يبقى ليا واحد كون x تان فير 1 بلس. دونك المشكل اللي كان عندي ما بقاش هنا، ولا عندنا غير هذا موان راسين ديال x او كاري موان x على x موان 1. اذا دابا بقى ليا المشكل في هاد البلاصه هنا، عاوتاني فورم ان ديتيرمين. هنا ملي تنطيحو في شي حاجه بحال 0 على 0 بحال عندنا راسين بصفه عامه، عقلوا ليها، راسين شي حاجه على شي حاجه، هنا فكروا الله يرضيهم، طيح في شي فورم ان ديتيرمين بحال هكا تعطيك 0 على 0، ديما شد الفوق والتحت ضرب في هاد الغاسين، ضرب في غاسين ا الفوق والتحت، غتولي الفوق غاسين ا او كاري، والتحت غتولي بي غاسين ا. وهاد القضية تنديروها حتى لا تقلب هاد الغاسين، كان الغاسين هو اللي كاين لتحت، نفس الشيء لقينا زيرو على زيرو فورم هادي، ندير هاد القضية هادي، نضرب في هاد الغاسين الفوق والتحت. هادي واحد لا تكنيك تا هي اللي كمصادفة في لي زيكزيرسيس، كتحط في لي كونترول. الوغ انا باش نحيد هاد الفورم عندي ثاني، نضرب في هاد الغاسين الفوق والتحت، شتولي عندي الفوق الا ضربت في هاد الغاسين غيولي مدوبل، غيولي او كاري ياك، والتحت اكس موان زا نضربها في هداك الغاسين اكس او كاري موان اكس كون اكس طون فيغ ان بلوس، ليميت اكس طون فيغ ان بلوس ديال ان موان. هنا هاد لو كاري حيد لي الغاسين، شتبقى ليا الفوق، غتبقى ليا اكس او كاري موان اكس، ولا فاكتوريزيتها تبقى ليا اكس موان زا. هنا راه زربت شويه، خاصني تا نكتب اكس او كاري موان اكس اللي مبان فاكتوريزي، انا فاكتوريزيتها باش ما نضيعش الوقت. اكس موان زا في الغاسين ديال اكس او كاري موان اكس، فارغ هاد اكس موان زا. شتي ديما ملي دير هاد القاد لا تكنيك اللي قلت لك، ديما من بعد راه تيتبع الاختزال، وهادشي اللي وقع، حيد الغاسين قلنا تبقى اكس او كاري موان اكس، درت انا ديريكتومون فاكتوريزيتها، اكس موان زا مشات مع اكس موان زا، شيبقى ليا ان موان اكس على غاسين ديال اكس او كاري موان اكس كون اكس تنفير ان بلوس. دابا نعوض، هنا عندي واحد وهنا الفوق عندي واحد، تحت تخرج ليا زيرو، وزيرو بلوس ولا زيرو موان، كنشوف لو سين ديال هاد المقام، الغاسين توجور بوزيتيف دونك تكون تكون بليس، وبالتالي شنولي عندي هنايا، شوف شنو غادي يوقع، واحد على زيرو بلوس تخرج لانفيني، بوزيتيف على بوزيتيف دونك بلوس لانفيني، ومع هاد الموان موان لانفيني، دونك شنولي عندي؟ غتولي عندي واحد ناقص ما لا نهاية، يعني واحد ا موان موان ا موان لانفيني، اللي هي تعطينا موان لانفيني. الوغ هنا شنو نقول؟ الوغ اف ني با ديريفاب ا دروات دو ان. كونكلوزيون، في الكونكلوزيون شنو نقول؟ اف راه ني با ديريفابل اون ان، داكوغ؟ لانو لقينا هنا ماشي ديريفابل في واحد. تخيلوا كون بدينا بلا ديريفابيلتي ا دروات دو ان، شو كون بدينا هنا، حيت حنا ما كنكونوش عارفين في الاول، كون بديت بلا ديريفابيلتي ا دروات دو ان ولقيت اني با ديريفابل ا دروات، ما نحتاجش نمشي نشوف ديريفابيلتي ا غوش، كنستنتج ديريكتومون نقول اف راني با ديريفابل اون ان. داكوغ؟ جيسبيغ انكم تكونوا فهمتوا هادشي. Voilà donc c'est terminé pour ces séances. Nous nous retrouvons inchallah pour la prochaine séance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.